السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة مع فاطمة. وصفة اليوم غاتو غولي بموس الشوكولا دوك فستق أو بيستاش، مصنوعة بطريقة سهلة. استعملت 2 بيض لصنع الجينواز، وغادي نتحصلوا على 2 غاتو غولي على هذا الشكل. بالنسبة للتركيب استعملت قالب خاص، لكن تقدروا تستعملوا أي قالب آخر مثل مولا كيك. سنبدأ أولا في صنع الجينواز. بسم الله. بالنسبة للمكونات استعملت 2 بيض، فصلت البياض عن الصفار، يعني نفس طريقة التحضير تاع الكاطو غولي اللي عملتها لكم من قبل. نحتاج أيضا إلى سكر فانيلا كيس واحد أو ملعقة صغيرة. نحتاج 60 غرام سكر، يعني 2 بيض نديرو 60 غرام سكر، و 60 غرام فارينة ما يعادل 3 كوب. نحتاج أيضا إلى قرصة تاع الملح باش نطلعوا بها المورانغ، ونحتاج ملعقة كبيرة نتاع ماء دافي، وأيضا خميرة الحلوى أو بيكنج باودر ربع ملعقة صغيرة. وضعت ربع ملعقة صغيرة نتاع خميرة الحلوى مع الفارينة أو الطحينة والدقيق الأبيض، وخلطتهم وخليتهم على جهة. والآن غادي نقوم بوضع الملح مع البياض البيض وسكر فانيلا، وضعت كمية مع البياض البيض والكمية الأخرى مع الصفار. نفس الشيء بالنسبة للسكر، نصف الكمية مع البياض والآخر مع الصفار. غادي نقوموا بخفق بياض البيض حتى نتحصلوا على مورانغ او نتحصلوا على منقار العصفور. المورانغ دائما تتطلب القليل من الوقت باش تولي على هذا الشكل. الان غادي نخفق الصفار مع السكر وسكر فانيلا. هنا الكميه راها قليله، غادي نخفقوها لمده قليله حتى نشوفوا السكر داب وتحصلنا على لون اصفر فاتح. غادي نضيف لهم ملعقه كبيره نتاع ماء دافي. هذا الماء هو اللي يعطي الطراوه للجينواز، ومن بعد نقوم بلف الكاطو غولي بسهوله. بعد غادي نخلطوا خليط صفار البيض مع البياض البيض، يعني نفس طريقه التحضير اللي شفتوها معايا من قبل لصنع الجينواز. غادي نخلطوهم جيدا حتى نشوفوا تنين خليط تجانسوا مليح. ودائما الخليط هذا لازم يكون كثيف، ما لازمش يكون سائل مثل الماء. وفي الاخير غادي نضيفوا مزيج الفرينه وخميره الحلوى. غادي نخلطوهم جيدا من الاسفل الى الاعلى حتى نتحصلوا على عجينه تكون متجانسه ورطبه. هذه الكميه تاع 2 بيض تحصلت على 2 كاطو غولي كما اللي شفتوه في اول الفيديو. هنايا قمت بتحضير بلاطو مقياسه 31 سنتيمتر على 20 سنتيمتر، وقمنا بتفريغ العجينة فيه ووزعناها على جميع المساحة بواسطة سباتول. تقدروا فقط بواسطة من ظهر الملعقة توزعوا العجينة على جميع مساحة البلاطو على هذا الشكل. من بعد نقوم بتسخين الفرن على درجة الحرارة العادية 180 درجة مئوية ما يعادل 150 درجة فارنهايت. البلاطو نحطه في وسط الفرن، ومدة الطهي تكون قصيرة من 10 حتى 12 دقيقة أو حتى تشوفوه تحمر على هذا الشكل. أنا طيبته في الليل وحتى للصباح باش قمت بالتركيب. من بعد هنا نمروا السكين على جميع الحافة وننزعوا الجينواز، وغادي ننزعوا أيضا هذاك الورق الطهي. وهنا إما تبلوا الجينواز بواسطة السيرو، كما أنا استعملت مربى المشماش زدت له القليل من الماء وبضعت على جميع المساحة. هذه أيضا طريقة أخرى لتبليل الجينواز. وهذه الكريمة الخفيفة شفتوها معايا من قبل، هي كريمة شونتيي، طلعوها مليح حتى تكون متماسكة، من بعد تضيفوا لها كريمة الباتيسيير. في الفيديو نتاع درس حلويات الفرنسية رقم 5 راني شارحة أكثر. من بعد هنايا غادي نكونوا 2 كاطو غولي. قسمت على الجينواز على 2 ولفيت الأولى على هذا الشكل، يعني هنايا ميني غولي، والجزء الآخر أيضا نفس الشيء، يعني كل واحد غادي نصنع به كاطو غولي. وهادو تقدروا تخبوهم في المجمد، تقدروا توضعوهم في المجمد وتستعملوهم عند الحاجة. غادي الآن نحضروا الكاطو الغولي بذوق البيستاش. هنايا أخذت 200 غرام شوكولا بيضاء، وأضفت لها 100 مليلتر كريمة طازجة أو كريمة الطهي. إلا ما كانت عندكم متوفرة أضيفوا لها 50 مليلتر حليب. من بعد وضعتهم في ميكرون، تقدروا أيضا تذوبوها في حمام مريم حتى تشوفوا الشوكولا دابت تماما. بعد زدت لها عطر البيستاش
وايضا زدت له الملون باش يكون عندنا لون البيستاش او الفستق. غادي تخلطوهم مليح حتى يتجانس الخليط على هذا الشكل. ولازم الخليط هنا يكون بارد من الديفوله كريمه الشونتيي. كريمه الشونتيي اضفت 200 غرام، بامكانكم اضافه اكثر حتى 300 او 400 غرام. بعد غادي نخلطوهم مليح، ولا شفتوا هنايا اللون ولا فاتح تقدروا ايضا تزيدوا ملون كما عملت انا هنا. عاودت ملون اخضر باش يكون عند اللون يميل الى الفستق. من بعد نخلطوهم مليح حتى يتجانس الخليط، وهذه لاموس وشوكولا بذوق الفستق. بالنسبه للتركيب سناخذ قالب، انا عندي هذا القالب شريته جاهز. اللي ما عندهمش هذه القوالب تقدروا ديروا التركيب في القالب نتاع كيك. غادي تشوفوا الطريقه ان شاء الله في الفيديو الجاي. من بعد غادي نوضعوا كميه تاع موس شوكولا البيضاء بذوق الفستق في قاع القالب، وغادي نوضعوه في المجمد باش يكون باش يتماسك، ومن بعد نكملوا التركيب. هنايا راه جمد، هنا شوضحت وضحت كراميل، هذا اختياري. تقدروا تكملوا التركيب مباشره وتقدروا تمروا بهذه المرحله. وضعت هنايا المكسرات، اما توضعوا الكاوكاو يكون محمص ومطحون خشن، او اللوز، او اي مكسرات اخرى. تقدروا ايضا تزيدوا شوكولا دايبه مثل نوتيلا او اي شوكولا اخرى، ذوبوها مع قليل من الحليب. من بعد وضعت هذاك الكاطو غولي صغير، وزدت فرغت فوقه بقيه موس الشوكولا بالفستق. الا شفتوا موس الشوكولا ما كفاتكمش تقدروا تطلعوا غير الشونتيي وتلونوها وتزيدوا تكملوا التركيب تاعكم كما فعلت انا. من بعد غادي نقوموا بتمليس المساحه العلويه جيدا، وغادي نعاودوا نرجعوا القالب نتاعنا في المجمد حتى نشوفوا الكاطو نتاعنا جمد تماما باش نقدروا نزعه من القالب. يعني هذا المره هذه الخطوه ضروريه باش نقدروا ننزعوه. كما شفتوا الكريمه طريه والبسكويت طري، ما نقدروش نشكلوهم مباشره في هذا القالب، لازم نجمدوهم. بعد هنايا بعد ما جمدوا مليح غادي نقوموا بنزع الكاطو غولي من القالب، وحاولوا عليه غير بالعقل باش ما يتهرس لكمش. وغادي نوضعوه في صحن التقديم وننزعوا هذاك البلاستيك اللي يعطينا الشكل نتاع هذوك كيما لي بوس اللي راهم من الفوق. من بعد نقوموا بعمليه التزيين الاخيره. هنايا راه جامد، من يكون جامد يساعدكم اكثر باش تنحوه، ونحوه غير بالعقل. بالنسبه للجوانب هنايا وضعت شوكولا بيضاء لي بيبيتو شوكولا. تقدروا توضعوا لي بيبيتو شوكولا البنيه او السوداء، ودائما التزيين يبقى اختياري. تقدروا تزينوا بطريقه اخرى، تقدروا تعملوا دي غوزاز نتاع شونتيي صغار في الجوانب. وهنايا ايضا زينتها في الجوانب بيبيتو شوكولا بنيه وبيضاء، وهذا هو الشكل النهائي نتاعه. وهنا مازال جامد قليلا، نخلوه يدي كونجلا مليح قبل الاستهلاك. كما راكم تشوفوا من الداخل ها هو الشكل النهائي نتاعو. دوك نقسم لكم القطعه وتشوفوا كيفاش يجي طري بعد ما يدي كونجلا مليح، واش هي طيبه. بالنسبه لملاحظه اليوم، تقدروا في مكان الكريمه الخفيفه لا كريم ليجير وضع كريمه الزبده، وتقدروا ايضا اضافه الفواكه في هذا الغولي. يعني مين توضعوا هذاك الغولي الصغير في الوسط في الاطراف او في الجوانب، تقدروا وضع الفواكه مقطعه الى قطع صغيره. وبالنسبه للقطعه الثانيه نتاع كاطو غولي، قمت بتركيبها في مولا كيك. غادي تشوفوا هذه الطريقه في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.